طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: اليمنيون يوقدون شعلة سبتمبر في المدن والقرى ويتعهدون بحمايتها. ومن الموقع بوست: استقالة جماعية لعمادة ومجلس كلية التربية في جامعة عمران. وفي الأخبار المنوعة: مراهق يضل طريقه في البحر لمدة 49 يوم. ومن صحيفة القدس العربي: السجن لخمس سنوات لموظف أمريكي حمل معه وثائق العمل إلى المنزل. أهلا بكم، والبداية من صحيفة يمن مونيتور: يحتفي اليمنيون بالذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر التي أنهت الحكم الإمامي وأقامت الجمهورية اليمنية على أسطح المباني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وعنوان موقع يمن مونيتور: اليمنيون يوقدون شعلة سبتمبر في المدن والقرى ويتعهدون بحمايتها. حيث قام تعز بإيقاد شعلة الثورة وسط المدينة المحاصرة من الحوثيين، كذلك مأرب، حيث أحيت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة المحافظة حفل إيقاد الشعلة احتفاء بذكرى الثورة. وفشلت ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها من منع الاحتفاء، حيث تجمع يمنيون في قراهم في إب ودمار وصنعاء وعمران وحجة والمحويت والحديدة لإشعال شعلة ثورة 26 من سبتمبر. كما أشعل اليمنيون الشعلة من أسطح منازلهم وهم يرددون النشيد الوطني. الثورة اليمنية حدود سبتمبر وأكتوبر أفق فبراير. تحت هذا العنوان كتب معن دماج مقاله المنشور في الموقع بوست. 56 عاما مرت على حادث ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 في شمال اليمن، وأربعة وخمسون سنة مرت على انطلاق ثورة 14 من أكتوبر في جنوبه، وما زالت الثورتان في صلب الصراع السياسي والاجتماعي في اليمن. لعل أول مفارقة يمكن تسجيلها في تعامل اليمنيين مع ثورة سبتمبر بعد ثلاث سنوات من سقوط العاصمة صنعاء في يد الحوثيين وشريكهم صالح، الذين يعتبرون بالمعنى السوسيولوجي والسياسي الامتداد الطبيعي والثقافي والاجتماعي لدولة الإمامة التي أسقطتها ثورة سبتمبر 1962، هو عودة الروح لمعنى ثورة سبتمبر والاحتفاء والاحتفال المتزايد بذكرها، بعد أن كانت قد تحولت إلى مجرد مناسبة رسمية نمطية لا تكاد تعني للناس شيئا، بل إن قطاعات شعبية مختلفة كانت تناصب ذكرها العداء، بعد أن تحولت على يد نظام علي صالح إلى وسيلة لتكريس النظام والفروقات الاجتماعية ومبررا لجرائم النظام وخدمة طبقته المسيطرة. يمكن أن يسجل المرء أن ثورة 26 سبتمبر 1962 على إنجازاتها الاجتماعية والسياسية والتاريخية، التي على رأسها إلغاء نظام الإمامة الكهنوتي وإعلان أول جمهورية في الجزيرة العربية، والتحولات الاجتماعية الواسعة التي فتحتها أمام الأغلبية الشعبية والتي وجدت عبر التعليم العمومي الذي فتحته الثورة، والانخراط في الجيش الوطني الذي أسسته مصعدا للحراك الاجتماعي وتغيير وضعها الاجتماعي والاقتصادي والانفتاح على العصر والعالم، بعد أن كانت الإمامة قد حبستها حسب وصف مؤرخين كثر وبدون مبالغة في القرن الرابع عشر في أحسن الأحوال. عجزوا عن امتحان الطلاب في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على الجامعة، ويعنون الموقع بوست: استقالة جماعية لعمادة ومجلس كلية التربية في جامعة عمران. حيث قدمت عمادة الكلية أو كلية التربية بجامعة عمران استقالتها، ممثلة بالدكتور طه العقبي عميد الكلية مع عشرة أكاديميين آخرين من مجلس الكلية. وقال عميد كلية التربية المستقيل إنه مع زملائه قدموا استقالتهم بعد تعنت رئاسة الجامعة بتوفير النفقة التشغيلية لإجراء امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2017. وأضاف عميد الكلية للموقع بوست: قمنا برفع خطاب إلى رئاسة الجامعة نطالب فيه بتوفير النفقة التشغيلية اللازمة لإجراء الامتحانات، بعد أن استكمل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالكلية
محاضرات الفصل بنجاح، لكنه لم يتم الاستجابة من قبل رئاسة الجامعة متعمدة، وتم وضع العراقيل أمامنا. من جانب آخر، قال الدكتور أحمد مبارك القارني رئيس الكنترول في الكلية: رفعنا خطابا إلى رئاسة الجامعة أنه في حال تم تأجيل الامتحانات مرة ثالثة فإن هذا الخطاب يعتبر إعلان استقالتنا. وفعلا تأجلت إلى الأحد الماضي 22 سبتمبر، ومن المفترض أن العام الدراسي الجديد قد بدأ في منتصف شهر سبتمبر الجاري. أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية والشركاء في تطوير استراتيجياتها لإنهاء سوء التغذية في اليمن، وعنون موقع الحرف 28: الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية لإنهاء سوء التغذية. وزير الخارجية خالد اليماني أشار إلى تأثر الخدمات الصحية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتيجة لممارسات الميليشيات الحوثي الانقلابية وإعاقتهم لوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي عطلت عمل الكثير من المرافق الصحية مسببة الموت للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مناشدا جميع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة والمانحين المحتملين الآخرين لتكثيف الجهود لمعالجة سوء التغذية في اليمن. أيلول في اليمن ذكرى ثورة وانقلاب. تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في العربي الجديد. أسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر أيلول 2014، ومنذ ذلك الحين وهم يحتفلون بما يفترضون أنها ثورة ولكن منفردين، بينما يحتفل بقية اليمنيين بثورة 26 سبتمبر التي أسقطت نظام الإمامة عام 1962 ليصبح اليمن بلداً جمهورياً، الحدث الذي يعتبره الحوثيون انقلاباً عسكرياً. يسمي الحوثيون ما جرى في 62 انقلاباً، بينما يعتبرهم الطرف الآخر انقلابيين، ويطرح هذا الأمر تساؤلات كثيرة بشأن تعريف الثورة والانقلاب. فثورة 62 كانت تحركاً عسكرياً قاده مجموعة ضباط يمنيين لإسقاط نظام الإمامة، ما دفع كثيرين إلى وصفه انقلاباً عسكرياً امتداداً لانقلابات عسكرية شهدتها المنطقة، لكن هذا أمر يخل ببعض الحقائق مثل الإسناد الشعبي الواسع لهذا التحرك العسكري، حيث لم يكن مجرد انقلاب وصراع نخبوي على السلطة. في المقابل تحرك الحوثيون في سبتمبر أيلول 2014 منفردين جماعة عصبوية واحدة. والثوار ليسوا بالضرورة غالبية مجتمعية، ولكن من المهم أن يكونوا ممثلين لكل شرائح المجتمع مثل ما كان الحال عام 62، حيث نجد تنوعا مجتمعيا في أسماء الثوار، بينما كان الحوثيون يمثلون فئة مجتمعية واحدة من منطقة محددة في اليمن. أخرجت قرابة 50 عاما اليمن من عزلة مخيفة ليعرف اليمنيون أول مرة ما يعنيهما دستور ودولة ببعض الملامح الحديثة، أي لا يمكن محو ذاكرة الجيلين تقريبا بهذه البساطة، لأن حقيقة مرجعية الحوثي ومطالبه غير مقبولة سياسيا واجتماعيا في اليمن وغير ممكنة التطبيق. قالت هيومن رايتس ووتش إن ميليشيا الحوثي نفذت العديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن، كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها، وعنون موقع رأي اليمن في تقرير. رايتس ووتش: الحوثيون يعتقلون المدنيين للربح المالي وتهديدات بالاغتصاب. وشددت المنظمة الدولية أن على المسؤولين الحوثيين التوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبي الانتهاكات. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث إن 16 حالة احتجاز فيها الحوثيون أو احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية. وقال الموقع إنه منذ 2014 عندما احتل الحوثيون العاصمة صنعاء والعديد من المناطق اليمنية، وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي قام فيها الحوثيون باحتجازات تعسفية ومسيئة، بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب. كما وصف محتجزون سابقون كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديدية وخشب
وأيضا وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبلوهم بالجدران وضربوهم على أقدامهم، كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أسرهم. أغلقت عشرات شركات ومحال الصرافة أبوابها في العاصمة صنعاء وفي العاصمة المؤقتة عدن، فيما ترفض المحلات التي لم تغلق صرف الدولار وتقول إنها أوقفت التعامل بالعملات الأجنبية حتى السبت المقبل احتجاجا على التهاوي المتسارع للعملة المحلية، وعنونت صحيفة العرب الجديد. شركات الصرافة اليمنية توقف التعامل بالدولار اعتراضا على انهيار الريال. وقال مالك شركة صرافة في العاصمة اليمنية إن قرار إغلاق فروعه ووقف التعامل بالدولار في ظل استمرار التقلبات في سعر الصرف واحتجاجا على غياب المعالجات الحكومية لأزمة تهاوي الريال. واستمر الريال اليمني في التراجع مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث تراجع إلى 665 ريال مقابل الدولار الواحد، فيما بلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 490 ريال للدولار الواحد. وفي العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة الشرعية، أوقف الصرافون التعامل بالعملات الأجنبية استجابة لدعوة وجهتها نقابة الصرافين، دعت فيها إلى وقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية حتى السبت المقبل. ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال اليمني في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتردي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة. وقال أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد إن سعر صرف الريال يهوي أمام العملات الأجنبية نتيجة عدم ثقة المتعاملين في السوق النقدية بكفاءة اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة. الشعب هو المغيب. تحت هذا العنوان كتب الصحفي الفلسطيني بكر عويضة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: على مدار السنين وعبر مراحل عدة وقع هذا الأمر في غير مجتمع عربي وفي مجتمعات أخرى تنتمي لما عرف بدول العالم الثالث، عندما رفع الحزب الحاكم أو الزعيم الفرد الشعار الآخذ بالألباب، فزعم أن الحكم للشعب، بينما في الواقع وحيث أمكن قمع الحريات بتكميم الأفواه وتكبير الأيدي والأرجل، كان الشعب هو المغيب الأول. بكل تأكيد كلا، ليس من شك أو جدال في ضرورة وضع أمن أي مجتمع على رأس الأولويات، بيد أن تسليما منطقيا بأن الأهم يسبق المهم كهذا يجب أن لا يحول دون التدقيق في تجاوز ممارسات أنظمة حكم لكل منطق، بزعم أن اللامعقول يجوز له أن يجب المعقول تحت ذريعة الأمن أولا وباسم مصلحة الشعب ثانيا، حتى إن الغالبية العظمى هي تحديدا التي سوف تعاني أكثر من غيرها، وخصوصا أكثر بكثير من معظم متخذي قرار يرفع الأسعار أو يزيد الضرائب مثلا، وفي المقابل يلغي دعم سلع أساسية من دونه لا يعود في متناول محدودي الدخل ضمان أساسيات العيش الكريم. رغم ذلك تثبت شواهد الأمس القريب والبعيد وبعض ما يجري على مسرح أحداث الحاضر أن كل محاولات تغييب طموح الشعب في حياة تكفل الحد الأدنى من الحريات محكوم عليها بالفشل ولو بعد حين. أما في صحيفة القدس العربي فنطالع من الأخبار المنوعة الأكثر تداولاً: السجن 5 سنوات لموظف أمريكي حمل معه وثائق سرية إلى المنزل. وقالت الصحيفة إنه حكم على موظف سابق في وكالة الأمن القومي NSA بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف بعد أن أقر بأنه مذنب العام الماضي بتحريك مواد سرية من مكاتب الوكالة. وأقر نيجافو البالغ من العمر 67 عاما من ولاية ماريلاند بأنه مذنب وفقا لمنصات استخباراتية أمريكية. فقد كان فو يعمل في قسم القرصنة التابع لوكالة الأمن القومي الذي تم استهدافه من قبل عملاء روس. وقال مساعد وزير العدل جون ديميرز أن الإبقاء المتعمد والمتهور وغير القانوني على معلومات سرية للغاية على مدى 5 سنوات تقريبا هو أمر يعرض قدرات وطرق مجتمع الاستخبارات لدينا للخطر ويجعل بعضها غير صالح للاستخدام. وجلب فو معه إلى المنزل وثائق رقمية وطباعية وقام بتحميل بعضها إلى جهاز الكمبيوتر
والذي يحتوي على برنامج مضاد للفيروسات من شركة كاسبرسكي لابز، وهي شركة روسية يعتقد أنها كانت تستخدم أو تستخدم من قبل المتسللين الذين ترعاهم الدولة للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر. ومن الأخبار المنوعة ما جاء في بي بي سي، مراهق يضل طريقه في البحر لمدة 49 يوما. وفي التفاصيل، تمكن فتى أندونيسي من البقاء قيد الحياة بعد أن جرفه البحر وبقى فيه 49 يوما. وبحسب موقع البي بي سي بالعربية، فقد تسبب تيار مائي بجرف قارب صيد السمك الذي كان يعمل فيها الفتى البالغ من العمر 18 عاما، لكنه بقي على قيد الحياة بفضل طهوه للسمك الذي كان يصطاده من البحر ويشويه فوق أخشاب يأخذها من هيكل كوخ على القارب. وكان ألدي نوفيل في الكوخ على بعد 125 كيلومتر من الشاطئ الأندونيسي في منتصف يوليو الماضي، حين هبت ريح كبيرة أو عاتية تسببت بتدمير المراسي التي تثبت الكوخ، وسحبت المياه الكوخ حتى أصبح على بعد آلاف الكيلومترات بالقرب من غوام، حيث عثرت عليه سفينة بنمية. صور نابضة بالحياة وألوان نشرتها صحيفة الجارديان، ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. لكل صاحب رأي طريقته في إيصال أفكاره، ولفناني الكاريكاتير طريقتهم وأسلوبهم الخاص، نتابعها من خلال ما رسموه اليوم ونشر في عدد من الصحف. نتابع. وبهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.